فاهمني يا ابني؟ انت لو كملت على كده مش هتطلع اول الدفعه يا ابني. اللبن ده لو قلت لي عامله من لبن ميدو هقول لك ماشي، عامله لبن سريلاك هقول لك ماشي، عامله لبن بودره هقول لك ماشي. لو قلت لي عامله لبن بعيد هقول لك استنى بقى. تدور في المراجع، تدور في المراجع لكن ممكن تفتح 200 صفحة 192 على ايدك الشمال، لكن تنكر لك من العزم احنا بقى كده. انت يا ابني احنا بنوفر عليك وبنجيب لك المعلومة لحد عندك. المهزة دي لازم تكون يتيمة وبثلاث رجلين وعليها تأشير من عند الدين يكون بسيط يعني. فهمني يا ابني؟ فهمني يا ابني؟ اتفضلوا اشتغلوا في الطبق يا ابني. فهمني يا ابني؟ اشتغلوا في طبق الرز بلبن لحد ما يجي لكم السيد الاستاذ المعيد يشرف في الطبق بتاعنا. فهمني يا ابني؟ ما تضحكنيش يا ابني. فهمني يا ابني؟ ايش بالرسم؟ وفي حاجة زمايلي بيفكروا فيه في سكشن 3.
انهم رفعوا اللبن على اعمدة والرزق يعني ان هم عملوا الرز هو الديبريست بليت وبعدين خلوا فيه عنصر اتصال راسي من اول طبق لحد اخر فتحة دي فتحة دي سمرة يعني فتحة فتحة
طب دي فتح ودي فتح. ولا دي فتحة ودي قفلة. طب انت ايه ده لبن؟ ايه باللبن؟ ده لبن ايه؟ لبن مش بودر. بودر؟ نيدو؟ يعني لبن. يعني ده لبن نفلة؟ لبن جاف؟ لبن عندكم معدة في البيت؟ يعني عندكم معدة بتحلبوها؟ لبن بودر يا دكتور. بودر يعني بودر؟ لبن بودر. طيب ده طبق ده جايبين طبق انتوا؟ جبنا الطبق ملح وسمنة. طبق تعالى طبق ده بلاستيك حديد ألومنيا نحاس مش عارف Thank you.